بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء هكذا انطلق شوطنا. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا مشاهدينا الكرام انطلق قبل لحظات شوطنا العاشر خصص للقعدان الحقايق الاثنين كيلو مترات هي الحاضرة معنا في هذا الانطلاق. ننطلق مباشرة وإياكم بحضارتكم إلى مقدمة الشوط المركز الأول هنالك الوسمي بشعار سلطان بن صهيب بالراجس الدوسري يقدم لنا شعار على المركز الأول الدخول والوصول من شعارك يا السريع يقدم لنا مناور وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري يقدم لنا مناور على المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وصل قاصد ومانع بن محمد بن صالح الرزق اليامي يقدم لنا قاصد يصل على المركز الثالث قاصدا النوماس الغالي في هذا المساء. المركز الرابع يتدخل من المركز الرابع بدون أي استئذان يتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط وصل الجوف ومحمد بن ناصر بن حمود الهاجري يقدم لنا شعاره على المركز الأول. المركز الثاني وصول من شعارك يا محمد يا بن سعد العنزي مع الاقتصادي على المركز الثاني. الدخول من الجانب الآخر وصل شعار الحربي وصل شاهين وسلطان بن مرشود بن عابد الحربي الحصاد يصل وصل أبو نادر وصل بن رويشد ينطلق إلى المركز الأول. هنا سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني مع عنوان لكن التسلل من هذا الشعار وصل المتحد ومحمد بن هادي بن صالح العامر بن رويشد والعامر لكن الله يا هذا الدخول وهذا الوصول وصل الصيعري مع شاهين عيضة بن حسن بن عوض الصيعري ابناء شرورة أبناء المملكة لكن حذاري من حشان بن صالح بن فارس آل منجم أبناء المملكة أبناء الحد الجنوبي أبناء نجران هم العنوان لهذا الانطلاق لهذا الشوط. هنا حشن أو حشان بن صالح بن فارس آل منجم من قدم لنا متوكل منتزعا من توكل بالفوز والانتصار. المركز الثاني وصل على المركز الثاني ما قصر شاهين وعايض بن حسن الصيعري. المركز الثالث وصل شعارك يا بن رويشد هنا سليمان بن سلامة الفايد الجاني. المركز الرابع والمركز الخامس نوافيكم بالخمس المراكز الفائزة معنا في هذا الشوط. ها هنا لحظة وصول هذا البطل وهذا الشعار شعارك يا حشان يا بن صالح يا بن فارس يا المنجم سلام إلى أبناء نجران سلام. هنا 3:07:75 منتزعا لهذا الشوط. المركز الثاني شاهين بشعار عايض بن حسن بن عواض الصيعري يصل على المركز الثاني. التوقيت الزمني يا مخرجنا العزيز هنا 3:04:94 هنا توقيت شاهين حصل على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين أيضا بشعار سلطان بن مرشود بن عابد الحربي 3:08:56. المركز الثالث الرابع عنوان بشعار سليمان بن سلامة الجني. المركز الخامس منهي بشعار علي بن عبد الله بن علي الكربي يصل على المركز الخامس. متابعينا مشاهدينا الكرام هنا متوكل من توكل بالفوز والانتصار وذهب بالسلام إلى أبنائي نجران من يتميزون من يتألقون في أول انطلاقاتنا في ضمن هذا الختام ختام مهرجان.